بعد انتشار الوباء شمالا وغربا في أمانة العاصمة والحديدة، اتجهت الكوليرا باتجاه عدن وأبين مرورا بالضالع وإب وتعز، وكأنها الحرب تحصد الأرواح كما تفعل وتترك في القلب حسرة الفراق ذاتها. في صنعاء، هطول الأمطار على أكوام القمامة المنتشرة في الأحياء السكنية يزيد الطين بلة ويسهل انتشار الوباء بشكل كبير بين أوساط الناس. المنظمات الدولية هي اللاعب الأساسي في هذا الميدان في ظل ضعف أداء سلطات الانقلاب، بل وعدم اكتراثها بحياة الناس. ينطبق ضعف الأداء ذاته على المناطق التابعة للحكومة الشرعية، حيث تنتشر أيضا فرق ومخيمات المنظمات الدولية لمواجهة الكوليرا ومنع انتشارها. الحكومة كانت قد أعلنت عن إنشاء غرفة عمليات في عدن وتخصيص 40 مركزا منتشرا لتقديم العلاج، ورغم ذلك يبدو الوباء في حالة ازدياد وانتشار منذرا بكارثة إنسانية أسوأ إذا لم يتم تدارك الأمر بوتيرة أسرع. توعية المواطنين بإجراءات الوقاية والعلاج المبكر تعد عاملا مهما في تقليل الإصابات بالوباء وسرعة علاجه. متحدث اليونيسف في اليمن محمد الأسعدي أشار في آخر إحصائية للمنظمة إلى ارتفاع مخيف في عدد حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة، إذ بلغ عدد المصابين بها أكثر من 17,000 حالة، مؤكداً ارتفاع حالات الوفاة إلى 206 حالات، ما يجعل اليمنيين أمام كارثة حقيقية تتطلب استنفاراً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.